Hi everybody. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet, so that a learning curve is essential to growth. In the name of Allah, most gracious, most merciful, this is the lecture number one with you to introduce present simple tense. Firstly, we have this page that explains three tenses which included present simple tense, past tense, and present continuous tense. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندكم باليونت الأول يتحدث عن موضوع اللي هو what a wonderful word. الموضوع بأنه يتحدث عن أزمنة معينة الداخل بهذا الموضوع اللي هو من ضمن الـ present simple tense زمن المضارع البسيط يشمل عبارة عن أسئلة أو كلمات عبارة عن تمارين هنا يتضمن الأزمنة المراد استخدامها. الأزمنة المراد استخدامها بهذا اليونت وبالأخص في هذه الصفحة هي الزمن المضارع البسيط، الزمن الماضي وزمن المضارع المستمر. So before we started with the first tense which is present simple tense, we will explain some things about this exercise. هنا عندكم التمرين الأول. التمرين الأول هنا يتحدث عن جمل يراد منها أنه تصيغ بصيغة سؤال باستخدام أداة السؤال، وأدوات السؤال هي عدة. Like, or such as where, how many, why, which, how much, what, where, how long. هنا هذني الأدوات السؤال يطلب من عندنا بأنه نستخدمها مع صيغة السؤال من خلال هذه الجمل. لنفرض هنا for examples, the first examples, I come from Australia. هنا يقول هاي الجملة. هنا عندكم جملة زمن مضارع بسيط واللي هسه راح نشرحها وشلون نعرفها بأنه زمن مضارع بسيط. هنا يقول أريد أستخدمها جملة بحيث تكون جملة استفهامية باستخدام أداة السؤال where. أداة السؤال where أنتم تعرفون بأنه هي بمعنى أين. فهنا يقول where did you come from. هنا الجواب مالتها. So before we'll make a solution for these sentences, we should firstly to explain or elaborate some things about present simple tense. أول شيء يجب أنه نعرف أو نصيغ الحالات زمن المضارع البسيط واللي والأشياء اللي تجي بهذا الزمن حتى نعرف شلون يكون الحل لهاي التمارين. So firstly, we should mention some things, some notes about present simple tense. هنا عندكم for example هنا Alex is a bus driver. But now she is in bed asleep. هنا عندكم هاي الصيغة اللي هي الصيغة الثانية اللي هي مستقبلا راح نشرح عنها، ولكن هنا زمن المضارع البسيط يتكون من صيغتين، من قاعدتين مثبتة أو قاعدتين رئيستين. هي الصيغة الأولى اللي هي كما مذكورة هنا as we mention here is contained or included
I, the subject. I, we, you, they, and she, he, it. هنا دائما الزمن المضارع البسيط إذا كانت الصيغة الأولى اللي نستخدمها باستخدام الفعل فتكون القاعدة الرئيسية هي متكونة من فاعل اللي هي يقسم إلى حالة الجمع وحالة المفرد singular وplural. وراها هنا نستخدم الفعل زمن المضارع البسيط تبدي قاعدة المثبتة الأفرماتيف هنا من فاعل اللي هو الآي والوي واليو والذي اللي هي كأداة بلورال كفاعل بلورال جمع or she he it أو ما ينوب عنها كأسماء هنا هذين الضمائر أو أسماء مثل ليلى سهى teachers اللي هي تعوض بال they أو I and the teachers اللي هي تعوض بال we أو مجموعة من الأسماء اللي تعوض باليو هنا أنا نستخدمها كفاعل بعدها is followed by verb هنا أنا تنتبهوا لي للverb بزمن المضارع البسيط الverb مثل ما قسمنا الفاعل إلى فاعل بحالة plural وفاعل بحالة singular هنا أنا الفعل راح يعتمد على الفاعل الفعل إذا كان الفاعل بحالة الجمع راح يكون الفعل مالته الفعل الرئيسي مجرد من أي إضافة like drive, work, do, etc. هنا ننتبه لهاي القاعدة تقول بأنه إذا كان الفاعل جمع وآي من ضمنهم راح يكون الفعل بحالة الزمن المضارع البسيط بدون أي إضافة main verb مجرد infinitive ولكن إذا كان الفاعل زمن المضارع البسيط مفرد singular هنا نضيف للفعل الرئيسي s أو es حسب حالة الفعل s أو es حسب حالة الفعل إذا كان الفعل هنا نهايته s أو k أو نهايته e هنا نضيف له فقط S أو إذا كان نهايته CH سوري CH هنا فقط ال K إذا كان نهايته K أو نهايته E أو نهايته K أو E هنا أو P هنا نضيف له S هي حالة من حالات أو ملاحظة من ملاحظات إضافة الأس للفعل وأما إذا كان نهايته O أو نهايته SH أو CH هنا نضيف ل ES هنا إذا كان نهاية الفعل Y إذا كان نهاية الفعل y وقبل حرف صحيح هنا يقلب ال y الى i ونضيف es هنا عندكم بعد الفعل هنا عندكم تكملة الجملة اذا هنا زمن المضارع البسيط القاعدة مالته لا حد من نعرف انه زمن مضارع بسيط يتكون من فاعل بعد فعل رئيسي بعد تكملة الجملة اللي هي مكونة من من عدة أنواع هنا الأهم اللي يجب أن ننظر إليه هو الفاعل والفعل الرئيسي هنا أكو drive نعطيكم أمثلة drive drives work works do does هنا نعطيكم مثال he drives a bus He drives a bus. هنا فعل أو جملة زمن مضارع البسيط بالحالة الأولى لأنه استخدم فاعل زائد فعل. هاي بالنسبة هنا لجملة المثبت للحالة المثبتة. هنا نجي للحالة النفي والاستفهام زمن مضارع البسيط. هنا مثل ما شفنا بزمن المضارع البسيط حالة المثبتة الجملة ما تتكون فقط من فاعل وفعل
فاعل وفعل بدون أي فعل مساعد، ولكن احنا ذكرنا مسبقا بأنه الحالة النفي وحالة الاستفهام يجب أن يكون auxiliary فعل مساعد موجود بالجملة، حتى هنا بحالة النفي نستخدم not وياها، وحالة الاستفهام تقدم على الفاعل للدلالة على الاستفهامية أو عن صيغة السؤال. فهنا بالنسبة للمضارع البسيط الأكزيلري الخاصة به واللي تبين الزمن كزمن مضارع بسيط هو do والdoes، do والdoes مثل ما مذكور هنا do والdoes. فهنا بحالة الاستفهام نقدم الأكزيلاري اللي هو الدو والدس. الدو والدس حال الفعل، الدو تستخدم إذا كان الفاعل جمع، والدس هنا تستخدم إذا كان الفاعل مفرد. فهنا دو وداس في بداية الجملة it's followed by I, we, you, or she, he, it. Then we added the main verb. هنا عندكم الفعل دائما هنا بزمن المضارع البسيط بحالة النفي والاستفهام دائما main verb، فعل مجرد. بحالة النفي هنا عندكم هنا صيغته مثل صيغة المثبت فاعل، هنا فقط هنا نستخدم auxiliary، نضيف auxiliary وراء الفاعل يصير don't or doesn't، مع النفي not. النوت هنا دائما ملحقة مع الفعل المساعد auxiliary. Then we'll added the main verb، هنا وراها ينضاف الفعل الرئيسي اللي هو يكون مجرد. فهنا عندكم الاستفهام الانتروغاتيف، وهنا عندكم النفي. For example هنا يقول I come from Canada، where did you come from؟ هنا يقول إذا تريد تستخدم الجملة كاستفهامية مثل ما مرفوق هنا بالبداية، ففقط اكتفي بالدو والداز الفاعل والفعل الرئيسي المجرد. ولكن إذا أريد أداة سؤال مثل ما ذكرنا بالبداية مثل where أو when أو which، أي أداة سؤال، فهنا تقدم على الفعل المساعد. فش يصير هنا بالمثال بالحقل الأول اللي شرحناه do، لنفرض I work، do I work or do you work. إذا نريد نضيف نسأل عن شيء معين، مو yes or no، مو tag question أسئلة قصيرة، لا نريد نسأل عن شيء معين حتى يجاوب علينا، يجاوب على سؤالنا بجملة أو تعليق، فهنا لازم نستخدم أداة سؤال WH. فهنا نضيف الأداة السؤال اللي مطلوبة من عندنا، تصير where did you come from. هنا لما أقول where ما راح أقول yes or no، راح أجاوب بجواب، من كلمات وليس من yes or no. هنا إذا أريدها بحالة نفي I don't go away very often، أنا لا أذهب خارجا أو أنا لا أخرج غالبا. إن أنا منطي كمات منطي WH question، إن أنا what does this word mean. هنا استخدمنا does ما استخدمنا do، لأنه عندنا this word، يعني هذه الكلمة يعني مفرد الفاعل مفرد. هنا ما استخدمنا he أو she أو it، ما استخدمنا it لthis word، استخدمنا اسم بداله، قلنا مسبقا إذا اسم أو ضمير هو نفس الشيء هو فاعل. فهنا this word استخدمنا إلها does، وإحنا نريد جواب ورد عن شيء معين فنقول what، does this word mean. هنا الفعل هنا استخدمنا له يكون مجرد، هنا يقول not what means this word، ما يصير نقول means وما نخلي فعل مساعد، لازم نخلي فعل مساعد وبعدين نحذف الاس
من المين لأنه الأس راحت للدو صار الدس. فهنا انتبهوا لهاي الشغلة. هنا أنا rise doesn't grow. هنا rise انتبهوا له، rise هنا غير معدودة ولهذا دائما تكون بحالة مفرد. أي شيء غير معدود دائما يكون بحالة مفرد. فنقول rise doesn't grow in cold climates. يقول هنا التمن لا ينمو في الأجواء أو المناخ البارد. فهنا grow main verb. هنا rise قلنا غير معدود دائما يضاف دائما يعتبر كمفرد. فهنا نستخدم له من نستخدم له don't نستخدم له doesn't. هنا يقول in the following examples في الجمل أو الأمثلة التالية do is also the main verb. هنا ننتبه الشغلة معينة بأنه do with does هنا مرات يجي main verb فعل رئيسي مو فعل auxiliary مثل don't go I don't go أو rise doesn't grow. هنا يجي فعل رئيسي بدل grow استخدم do، بدل grow مثلا استخدم does. بس هنا دائما does نستخدمها بالمثبت لأنه هنا نقدر نستخدم does أو do كفعل رئيسي. فهنا يقول انتبهوا شلون نعرف هنا الفعل الرئيسي هذا do لو فعل مساعد بحالة نفي والاستفهام. هنا نعطيكم أمثلة. يقول what did you do what did you do. هنا انتبهوا إذا أكو فعل ثاني مثلا هنا do مثلا أو what do هنا what do you write. إذا أكو هنا فعل ثاني فإن هذا do هي فعل auxiliary بسرعة نعرفه فعل auxiliary ما يحتاج أقول إن هاي فعل مساعد لو فعل رئيسي. ولكن لا إذا ماكو فعل ثاني يعني مثلا what do you مثلا هنا يعني هذا الفعل رئيسي دي نفرض. فهنا what did you do هي do الثانية هي فعل رئيسي مجردة لأنه هي مضارع بسيط بحالة استفهام، وهنا do الأولى هي فعل auxiliary. What did you do I work in a shop أنا أعمل في المحل. She's always so lazy She's always so lazy. هنا هاي هسه راح نشرحها ونرجع عليها. المثال الثاني he doesn't do anything to help. He doesn't do anything to help. هنا does فعل auxiliary وياها not. وهنا do فعل main verb. انتبهوا لهاي الشغلة main verb. فهنا does أول شيء شلون عرفناها لأنه not ملحوقة بيها مدغمة بيها. فهنا النط متجي غير بس ويا الفعل المساعد. شغلة ثانية بأنه هنا أكو فعل رئيسي بالبداية بالثاني شيء do هنا تعتبر فعل رئيسي فيعني doesn't إنها فعل مساعد. هنا عندكم أمثلة ثانية we use the present simple. يقول هنا فعل المضارع أو المضارع البسيط to talk about things in general. يقول هنا المضارع البسيط شو كنت أستخدمه بالأشياء العامة يعني الأشياء اللي نعرفها كروتين اللي الكل تعرفها. هنا مثلا الطالب يقرأ كتاب أو الطالب قراء لكتب مثلا هنا هذا الشيء لازم الطالب يسوي. We use it to say that something happens all the time. يقول أو نستخدمها لشيء يحدث دائما كل يوم مثل ذهابك إلى العمل هذا شيء روتيني نستخدمه دائما. فهذا هنا دائما نستخدم له المضارع البسيط or repeatedly أو الشغلة تتكرر دائما I always go swimming دائما أذهب للسباحة or that something is true in general أو شيء ما صحيح بالعموم يعني شيء صيغة علمية فمثلا الماء يغلي بدرجة 100 درجة سيليزية. هنا المغلي اليغلي هنا دائما مضارع بسيط لأنه شغلة حقيقة علمية. فهنا المضارع البسيط استخدمه لشيء روتيني
دائما معتادة على أنه أسوي، أو شيء أقل من الروتين اللي دائما أتردد بعمله، أو لحقيقة علمية الكل تعرف بها. مثلا nurses look after patients in hospitals، الممرضات يعتنون look after، هنا انتبهوا look after اثنيناتن كعبارة فعلية، look after اثنيناتن فعل، يعني ما نقول look فعل والافتر حرف جر، لا look after يعتنون المفعول به مالته patient، انتبهوا. وإذا أريد أن أحط S أحط S للوك للفعل مو للآفتر، الآفتر مجرد شكل مدمج ويا الفعل، عبارة فعلية تغير نمط المعنى. لوك ينظر، ولكن لما أقول لوك آفتر يعتني، فنقول nurses look after، وإذا أقول nurse looks after نضيف S looks after patient in hospital. هاي هنا أنا الجملة هاي حقيقة علمية الكل يعرفها، بأنه الممرضات شي يسوون يعتنن يهتمن أو يعتنن بالمرضى في المستشفيات، فدائما تكون مضارع بسيط. I usually go away at weekend. I usually go away at weekend. هنا عندكم I usually ملاحظة ثانية راح نشرحها. I usually هنا الادفيربس اللي نستخدمها للمضارع البسيط، يقول أني دائما أو عادة ما أذهب أو أخرج بالعطل أو بفترات العطل الأسبوعية، فهنا هذا تردد، يعني هنا دائما usually يعني أكثر الأحيان أنا أستخدمها، فهاي ربطت لي هاي متكررة، فهمت هاي النقطة أستخدمها المضارع البسيط. The earth goes around the sun، الأرض تدور حول الشمس، هاي همات حقيقة علمية استخدمها مضارع بسيط. The cafe opens at 7:30 in the morning، هذا هنا مو حقيقة علمية، هاي وإنما نظام هذا الكافي يفتح في الساعة 7:30 صباحا، فهي ما تستخدمها مضارع بسيط. So هنا نقول I work، هاي إذا I، هنا إذا مفرد he works، نقول they teach my sister أو she teaches my sister، هنا اسم أو ضمير أقول she teaches. They you go أو it goes، هنا حالة جمع وحالة مفرد. I have أنا أمتلك، إذا أقول أن هو يمتلك he has، انتبهوا هنا أنا هاي كنت تنحفظ he has هذا المفرد مالته. So هنا أنا قلنا بأنه المضارع البسيط يستخدم بحالة التكرار، حالة الروتين اللي هو الروتين اليومي، وحالة هنا الحقيقة العلمية. هنا أنا مطيكم هنا أنا الدايجرام أو الجراف ترتيب الزمن المضارع البسيط من ناحية الأزمنة. يقول هنا زمن المضارع البسيط هو وين؟ يقول هو لحظة التكلم الآن، يعني أنا قرأت الدرس، أنا أقرأ الدرس يعني الآن، يعني في هذه اللحظة لحظة تكلمي، في لحظة تكلمي أنا سويت هذا الفعل. فهنا أنا شلون أسوي؟ يقول we use the symbol for things، يعني نستخدم symbol for things لأشياء in general في العام، or things that have been repeatedly، هنا أنا هذا شرحناه مسبقا، بأنه نستخدمها للأشياء اللي تستخدم بالعموم أو اللي تحدث بصورة متكررة، يعني بصورة تقريبا أكثر دائمية. فهنا أنا مثلا water boils at 100 degrees Celsius، water boils يعني يغلي، هنا استخدمنا له S، ضفنا له S ما ضفنا له ES، فانتبهوا الماء يغلي بدرجة 100 درجة سيليزية، يعني هاي دا أتكلم بحقيقة علمية، ما دا أقول له مثلا روح شوف الماء يغلي لو لا دا أقول له بأنه هي هاي كقاعدة أو كمعلومة بأنه الماء يغلي في درجة حرارة 100 درجة سيليزية. فإذا نطيت معلومة معينة، ماذا أقول له مثلا؟ دا أقول له على فعل، أركز على فعل، لا أركز على المعلومة، فهنا يعتبر مضارع بسيط. أقول excuse me did you speak English، هل تتكلم الإنجليزية؟ ما أقول له أنت شتتكلم،
دا أقول له معلومة بأنه أنت دا أسئله سؤال أنت تتكلم إنجليزي، فهنا أنا مضارع بسيط. هنا أنا تقول do you يعني هنا أنا ما استخدمنا what أو where، يعني بمعنى الجواب يقول yes or no، بس إذا راد أداة سؤال راح تصير قبلها، قبل do مثلا where did you speak or what did you speak. What did you speak؟ هنا راح يكون الجواب I speak English. I am speak in... I speak sorry I speak English. فهنا انتبهوا لهاي الشيء. هنا أنا يقول it doesn't rain very much in summer. يقول هاي همات معلومة بأنه لا تمطر كثيرا في الصيف. هنا أنا معلومة بأنه دائما بالصيف المطر ماكو مطر. فهنا أنا هاي معلومة. استخدم مضارع بسيط، استخدم it doesn't لأنه الفاعل it، وهنا الرين ما بيها أي إضافة مجردة. What do you usually do at weekend؟ هنا شوفوا الوات استخدمناه لأنه الجواب راح يكون جواب من كلمات مو yes or no، يعني يريد إجابة ما يريد جواب daily yes or no. يقول هنا ماذا تفعل عادة في أوقات العطلة أو في العطلة نهاية الأسبوع. هنا نشوفوا do مثلا أسألكم أو أقول لكم يا هي المان فيرب ويا هي الأكزيلاري، فهنا تأشرون تقولون ورا do أو قبل you هاي أكزيلاري، هنا ورا usually هنا هاي المان فيرب. هنا عندنا ال I always get، هنا هاي الأدفيرب الثاني I always get hungry. get hungry هنا بمعنى أنا أجوع أو أنا دائما أجوع في النهار أو مساء. get hungry هنا كلها هاي فعل get hungry in the morning in the afternoon. I always get هنا الظرف موجود always يعني بمعنى دائما يعني هنا روتيني. هنا most people learn to swim when they are children. Most people learn to swim when they are children. يقول بعض أغلب الناس يتعلمون السباحة عندما يكونون أطفال. هاي حقيقة عامة أو بصورة ترددية حقيقة عامة بأنه هم وصغار يتعلمون السباحة. هنا أنا ما استخدمنا أس ما ضفنا أس للان لأنه most people أغلب الناس. هنا أنا عندكم people هنا أنا جمع person هنا أنا مفرد فالمفرد must people person من good peoples people must people must people person مفرد و people جمع. every day the population of the world increases. every day كل يوم هنا أنا ما طول شفنا every day هنا every day يدل على التكرار على استمرارية فهنا أنا بسرعة نعرفها هنا أنا مضارع بسيط. every day the population of the world بين العالم يزداد بالعدد حوالي 100,000 شخص. هنا أنا حقيقة علمية شلون عرفتها من every day. so هنا أنا we use the symbol for prominent situation. يقول هنا أنا هم تستخدم المضارع البسيط للمواقف المؤقتة يعني الشيء مثلا أنا أجلس هنا لساعة فقط ما رح أجلس هنا مثلا لأيام طويلة أو لباقي أيام عمري. فهنا أنا إذا شغلة مؤقتة إذا كان الفعل مؤقت لزمن معين فاستخدم المضارع بسيط like. هنا أنا يقول things الأشياء that continue for a long time يعني الأشياء اللي لازم تكون مستمرة ولكن سويتها لفترة مؤقتة استخدم لها مضارع بسيط مثل من my parents والدي live in London. my parents والدي يعيشون في لندن. هنا أنا شغلة my parents in London they have lived there at their lives. They have lived. Sorry, هنا we use the symbol for prominent situation. هنا نستخدم الأشياء دائمية. Prominent situation لأشياء دائمية. يقول هنا my parents live in London.
يقول إن والدي يعيشون في لندن، إن أنا بأنه هم مسكنهم هناك، مسكنهم هناك دائمي، فإن أنا استخدمها مضارع بسيط. أو جو isn't lazy هو ليس كسلان، يعني لما إنسان هيك يقول لك جو isn't lazy يعني بمعنى أنه دائما نشط. He works hard most of the time، هو يعمل بجد أغلب الأحيان. هنا هاي شغلة دائمية يعني نشاط بي، يعني هو دائما ذات نشاط وكفاءة، فهنا نستخدم له مضارع بسيط. So here هنا عندنا عرفنا الحالات الثلاثة المثبت والنفي والاستفهام. هنا عرفنا كيف نستخدمها الحالة المثبت والنفي والاستفهام وكيف ترتيبها في الجملة. عرفنا بأنه الفعل شو وقت نعرفه هذا فعل رئيسي خاصة ويا do والdoes، شو وقت نعرفه هذا فعل رئيسي أو فعل مساعد. هنا وعرفنا الفعل الرئيسي زمن مضارع بسيط شو وقت نستخدم مضارع بسيط. هنا نجي للادفيربس. ادفيربس هنا الظروف. الظروف دائما لكل زمن الى ظرف الخاص او كلمات الخاصة اللي تدل على حالة معينة او على حالة الزمن بينه متكرر او مؤقتا او مستمر لفترة معينة اقل من المعتاد. فهنا عندنا ظروف نستخدمها. الظرف هنا عندكم حالتين أو موقعين. الموقع الأول هنا عندك الموقع الأول دائما بحالة المثبت والنفي والاستفهام، دائما يكون الظرف إذا كان في وسط الجملة يكون قبل الفعل الرئيسي، قبل الفعل الرئيسي. Like هنا عندكم هنا في المثال الثاني branch B I usually go أنا عادة ما أذهب. go away هنا go away عبارة فعلية. go away عادة ما أخرج. I usually go. هنا عندكم المثال همات هنا المثال الخامس I always get hungry in the afternoon. I always get hungry in the afternoon. هذين الظرفين مهمات أكثر الظروف المهمة في زمن المضارع البسيط. هنا ننتبهوا للظرف usually always هنا بمعنى يوميا always usually أقل من عنده. أقل من الـ always. هنا الترتيب مالته always بعدين usually always بعدين هنا usually بترتيب بعدد المرات. هنا بعدين often هنا or often in a British accent. often 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 غالبا يعني مثلا بالشهر استخدمه مرة أو بالسنة استخدمه مرة. فهنا عندكم الظروف always دائما usually عادة هنا أقل تكرارا يعني مثلا always كل بالسبوع 7 أيام بالأسبوع usually يمكن 3 مرات أو 4. often هنا لا بالشهر مرة أو بالسبوع مرة أو بالشهر مرة بالسنة مرة. هنا عندكم هذين الثلاثة اللي أغلبها نستخدمهن واللي يكون موقعها بالحالات الثلاثة المثبت والنفي والاستفهام قبل الفعل. قبل الفعل I usually go. عندكم هنا الظرف اللي نستخدمه مضارع البسيط واللي يكون بالنهاية الجملة، نهاية الجملة اللي هي every day يعني بمعنى كل يوم every day every month every week دائما بنهاية الجملة. ولكن يمكن أن نستخدمها هنا في بداية الجملة، يمكن أن نستخدمها في بداية الجملة ولكن الأفضل بأنه نفصلها عن الكلمات أو عن الجملة بفارزة
عن الجملة بفارز إذا كانت للدلالة على الظرف زمن المضارع البسيط. فهنا عندنا صيغتين للظرف بزمن المضارع البسيط أو موقعين، موقع قبل الفعل الرئيسي في كل الحالات مثبت نفي استفهام اللي هو الـ always، بعده يجي الـ usually، بعده يجي الـ often OFTEN، أو في نهاية الجملة اللي هو الـ every day، every month، every week. ولكن هنا أنا إجتي بداية الجملة، والأفضل إنه نستخدم كما، نفصلها عن الجملة بكما، every day دائما تجي بنهاية الجملة. So here, till here we'll finish the first formula of present simple tense. إن أنا نجي للصيغة الثانية زمن مضارع البسيط اللي يدلل أيضا على أنه هذا زمن مضارع بسيط. هنا أنا مطيكم أمثلة. He never thinks about other people. هنا أنا انتبهوا never، هنا أنا جاية محل doesn't، جاية محل doesn't اللي هو زمن مضارع بسيط. يعني doesn't، هنا أنا انتبهوا هاي قاعدة، doesn't أو don't أقدر أحذفها كلها، don't أو doesn't، وأخلي بدلها never، تصير he never أو he doesn't أو I don't think. ولكن شنو الفرق؟ انتبهوا لهاي الفقرة. ولكن شنو الفرق لما نقول، لما نستخدم النيفر راح يكون الفعل مستخدم الأس أو الإي أس إذا كان الفاعل هي. He never thinks، وإذا كان I راح يظل هو بشي طبيعي بدون أس، I never think. انتبهتوا لهاي الفقرة؟ He never، هاي never عوضت عن ال doesn't وال don't، يعني بدل ما أقول doesn't أو don't أستخدم never. He never thinks، he never thinks. وإذا كان الفاعل باستخدام never يكون الفعل هنا شيء طبيعي بدون s أو es، I never think أو we never think. ولكن إذا حطينا بدل never doesn't أو don't شو صير؟ He doesn't think، لأنه إحنا شرحنا مسبقاً إنه does راح تأخذ الأسماء الفعل. He doesn't think أو I don't think، بالحالتين هنا الفعل يكون main verb مثل ما شرحنا مسبقاً. فانتبهوا لهاي النقطة. إذا for example if we have it or if we if I ask you how could I almost doesn't and substitute with something else that prove the negative form، شلون أو شنو هو الشيء اللي أقدر أحذف، اللي أقدر أحذف بي doesn't أو don't وعوضه بشيء بحيث ينطيني نفس الفورمة أو ينطيني فورمة النيجاتيف. تقولوا لي بأنه never أقدر أستخدمها. زين لما أستخدم never شي يصير للفعل؟ الفعل راح يعتمد على الفاعل. الفاعل ذا مفرد أستخدم له s أو es، وإذا كان الفاعل جمع ما استخدم له اس او اس، ما خلي له اس الشخص الثالث. هنا أنا هاي الملاحظة انتبهوا لها اللي هي تابعة للصيغة الأولى، صيغة استخدام الفعل. هنا نجي للصيغة الثانية اللي هي he is very selfish. هنا أنا الاس اختصار للis، he is very selfish، he is very selfish، هو جدا أناني. هنا أنا وصف شخص بأنه هو أناني. هنا أنا هاي شنو هاي؟ هاي قاعدة ثانية لزمن مضارع البسيط. يقول أنا ما أريد أوصف الفعل أو ماذا عمله هذا الشخص، لا أريد أن أوصف أو أريد أوصفه هو شنو طبيعته، واستخدم به المضارع البسيط. يعني بهاي اللحظة شنو طبيعته هو أو شنو هو عمله، أريد أن أصف هذا الشخص أو هذا الشيء، ولكن ما أريد أستخدم فعل، وهمات بنفس الوقت أريد أن أميزه، أريد أن أضعه بزمن مضارع بسيط. فالحل بسيط شنو هو؟ يقول لك استخدم الصيغة الثانية اللي هي تستخدم الجملة بدون فعل.
شلون استخدم الجملة بدون فعل؟ هنا القاعدة مالتها بحالة الأفيرماتيف اللي هي مثبت، هنا نقول نستخدم الفاعل اللي هو she, he, it أو I, you, they, we. هنا وراها ما استخدم فعل مثل ما متعودين، استخدم is أو are أو am. ال is تعرفوها he, she, it أو أسماء تدل عليها، ال are, I, you, sorry, you, they, we. والآم هنا نستخدم الآي I am. زين شي يجي وراها حتى أوصف هذا الشخص أو هذا الشيء؟ أستخدم adjective verb صفة أو verb فعل أو noun اسم أو preposition حرف جر أو adverb. هنا أنا adjective مثلا he is lazy. sorry هنا أنا verb هنا أنا omit. هنا ما نستخدم ال verb. هنا أنا ال verb ما نستخدمها. انتبهوا لهاي الشغلة، الverb هنا ما تستخدم، adjective noun اسم preposition حرف جر، هنا الadverb ظرف. I get up early. I get up early كيف كان نهوضك؟ نهوضي مبكر. early مثلا I'm at home. I'm at home أنا في البيت. preposition at home جملة جار ومجرور at home، يعني أريد أن أوصف، ما أريد أن أبين شنو الفعل، ما أريد أبين بأنه أنا أقرأ أو أريد أن أوصف حالتي أو حالة هذا الشيء، فهنا أستخدم هاي الصيغة الثانية المضارع البسيط. هنا أنا يكون النيجاتيف مالته بسيط، فقط أستخدم النط للفعل الأكزيلاري، يصير he, she, it أو I, you, they, where, you, we. is are am قلنا ال is للفعل الفاعل المفرد، ال are لل you they we، ال am لل I. نستخدم not ونستخدم كذلك adjective، هنا ال verb بنستخدمها، noun و preposition وال adverb. بحالة استفهام فقط نقدم الفعل المساعد الأكزيلاري على الفاعل ونضع هنا adjective الverb قلت لكم من استخدمها noun preposition adverb plus question mark حتى يبين على أنه زمن مضارع بسيط بحالة الانتروغاتيف أو الكواشن. So here we'll explain all things about I think always all things about present simple tense. So let's return to the goal of our lecture خل نجي الموضوعنا الهدف موضوعنا. هنا نقدر هسا بهالحالة نقدر نضع هنا حل للأجوبة مالتنا، لأنه هنا نرجع للمثال نقول I come from Australia. لنفرض هذا بالامتحان موجود، أقول لك استخدم where أداة السؤال where باستخدام حسب زمن هذه الجملة. فهنا تشوفون هذا الجملة I come from Australia، راح تشوفون come بأنه إجتي وراء الفاعل مباشرة، هنا ما بها أي إضافة، هنا I come مجردة إجا وراها تكملة جملة، فإن هاي مضارع بسيط ما استخدمنا ظرف حتى ندلل بأنه هذا مضارع بسيط، ولكن عرفنا لأنه قاعدته تبين بأنه فاعل زائد فعل. هنا يستخدم where، فهنا بسرعة نعرف بأنه أداة السؤال نستخدم أداة السؤال شو نقول؟ نقول إذا كانت الجملة بحالة جمع نستخدم لها الأكزيلاري do، فنقول do الـ I تتحول إلى you، do you وراها يجي الفعل do you come from. هنا أنا نستخدم الـ where مباشرة قبلها تصير where did you come from، نقول I come from Australia. فهنا كذلك الحال بالنسبة للتمارين الباقية. بالنسبة للمثال الثاني أيضا شرحناه، يقول I smoke. I smoke now يقول make a question make a negative، فش نقول I don't smoke. I don't smoke مثلا. هنا أنا المثال الأول my mother works. My mother works in a bank. أمي تعمل في البنك. هنا أنا my mother فاعل اسم مو ضمير. Works هنا أنا فعل
مضاف لأس الشخص الثالث، يعني هنا جملة بحالة المفرد تعود لزمن مضارع البسيط. بحالة النفش نسوي نقول my mother، ما نستخدم don't نقول doesn't. My mother doesn't، ما طول استخدمنا doesn't اللي بيها s راح نشيل أو ناخذ ال s أو ال es الموجودة بالفعل حسب الفعل. هنا أنا شو تصير؟ My mother doesn't work in a bank. So this is a solution of this exercises. And the other exercises will be explained later. But we just mentioned number two. How long does it take for? How long does it take for the sun's rays to reach Earth? يقول how long كم الطول اللي يستغرق أشعة الشمس للوصول إلى الأرض. فهنا انتبهوا does how long أداة سؤال، لأنه هو يريد جملة. هنا how long استخدم أداة سؤال، how long كم طول المسافة، does auxiliary هنا استخدمنا does لأنه الفاعل it فاعل مفرد، فاستخدمنا does مو do. take هنا ما استخدمنا لأس، ما قلنا takes ضفنا أس لأنه does هي تعوض، فهنا استخدمنا take. for the sun's rays هاي تكملة الجملة، فهنا نقول it takes، انتبه للجواب it takes لأنه هنا راح تنحذف does، هاي does ما السؤال. it takes ونرجع الاس للtake بس اس لأنه عندنا نهاية اي. it takes 8 minutes to reach earth. the sun rays أشعة الشمس takes تأخذ 8 minutes to reach earth للوصول إلى الأرض. بالنسبة للثالثة لاحقا راح نشرحها، زمن المضارع المستمر. بالنسبة للرابعة هنا عندكم what doesn't a vegan eat. what doesn't a vegan eat يقول هنا what هنا يريد جواب، what doesn't هنا يريد حالة نفي ولكن هو سؤال. what doesn't ما هو النباتيون لا يأكلونه، النباتيون اللي يتغذون على النباتات فقط، ما الذي لا يأكلونه؟ نقول a vegan eats، أو الشخص a vegan النباتي a vegan eats a doesn't eat. a vegan doesn't eat مثلا meat لا يأكل اللحوم. a vegan doesn't eat a meat لا يأكل اللحوم. خامسة هنا عندكم المضارع المستمر لاحقا راح نشرحها. السادسة هنا الماضي البسيط، هنا همات لاحقا نشرحها. So here we'll finish the first lecture hoping that everything is clear and obvious for you and I farewell you and say goodbye.